اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم تربون، هعمله لسن من سنه لثلاث سنين. سهل جدا، نعمل اي مقاس. كل اللي هنعمله هنقيس دوران محيط الراس. عرفنا خلاص محيط الراس، هنبتدي نعمل البدايه اللي هو الدوران اللي هي الاسطر اللي فيها التزايد. القطعه دي اسمها محيط الراس، والقطعة دي اللي فوق حجم الدايرة، دي حجم الدايرة اهي. لما نفتحها كده ده حجم الدايرة. لو احنا عايزين نجيب حجم الدايرة دي هنعمل ايه؟ دي عملية حسابية. هنعمل ايه؟ هناخد محيط الراس وهنطرحه من تلاتة، وهنقسمه على 3.14. طبعا انا طلعت منها التلاتة، نقصت منها التلاتة عشان الشغل ما يمطش ويبقى مظبوط. كده هيطلع لنا المقاس ده. لما قست محيط التربون طلع 45، لما نقصت منه تلاتة بقى 42. ال42 قسمتهم على 3.14، عمل لي حوالي 14 سنتش من اول الدايرة لاخر الدايرة، يعني القطر كامل. اول ما نقف عند التزايد ويبقى فيه ثبات نعرف ان ده حجم الدايرة. لو احنا عملنا حجم الدايرة صح، كل التربون او اي طاقية لاي مقاس هتبقى صح. نهاية الفيديو هسيب لكم الورقة اللي مكتوب عليها كل المقاسات، وبكده مش هنغلط خالص. هستخدم خيط سبورتينج، هستخدم عشان الدوناتس خيط بامبي، هستخدم ابرة رقم 5 للخيط الابيض، واستخدم ابرة 3 للدوناتس، المقص، العلامة، ابرة التنظيف، الفايبر، المزور. هعمل دايرة سحرية بالشكل ده. هسحب الحلقة اللي تحت بالحلقة اللي فوق بالشكل ده، واعمل سلسلة، وهعمل 1 2، مش هنحسب السلسلتين دول. هاخد لفة وداخل الدايرة هسحب، هيبقى 3 حلقات هسحبهم مرة واحدة، يبقى كده أول نص عمود. هاخد لفة وداخل الدايرة وهسحب، وهسحب 3 حلقات، يبقى كده 2. لفة داخل الدايرة وأسحب، هيبقوا 3 حلقات هسحبهم مرة واحدة. لفة وداخل الدايرة وهسحب بالشكل ده، هيبقى 3 حلقات هسحبه. لفة وداخل الدايرة واسحب 3 حلقات. كده عملت 5، هعمل 5 كمان وهرجع. وعند اول غرزة بالشكل ده اهي هسحب، عملت منزلقة، هعمل 2 سلسلة، وفي نفس الغرزة هعمل 2 نص عمود. 1 2، في الغرزة اللي بعدها هعمل 1 2، في الغرزة اللي بعدها هعمل 1 2. هعمل في كل الغرز التزايد 2 غرزة في نفس الغرزة، هخلص وارجع. كده خلصت السطر على 20 نص عمود. هعمل منزلقة بالشكل ده، وهعمل 1 2، وفي نفس الغرزة، في نفس الغرزة هعمل 1
واللي جنبها هعمل تزايد. هعمل فرجي واللي بعدها تزايد، فرجي اللي بعدها تزايد. هخلص السطر وارجع كده. خلصت السطر على 30 غرزة نص عمود. هعمل منزلقة 2 سلسلة في نفس الغرزة، هعمل نص عمود. يبقى كده عملت اول فرجي، تاني فرجي، واللي بعده هعمل تزايد. هعمل فرجي فرجي تزايد، هخلص وارجع كده. خلصت السطر على 40 نص عمود وعملت منزلقة، وهعمل 2 سلسلة، وهعمل في نفس الغرزة نص عمود، اتنين، تلاتة فرج كده، واللي بعدها هعمل تزايد. يبقى فرجي 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 تزايد. هخلص السطر وارجع كده. خلصت السطر على 50، واحد اتنين، وفي نفس الغرزة هعمل واحد، اللي بعدها كده اتنين، تلاتة، أربعة، تزايد. يبقى هعمل واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، تزايد بالشكل ده. هخلص وارجع كده. خلصت السطر على 60 نص عمود. هنقيس القطر، هنلاقيه 13. هعمل سطر ثبات، واحد اتنين، وفي نفس الغرزة نص عمود، وهعمل السطر كله ثبات. هخلص السطر الثبات وهرجع كده. خلصت السطر الثبات. لو قست القطر من النص كده بالظبط، اتنين سلسلة، وفي الحلقة الخلفية في نفس الغرزة، في الحلقة الخلفية هعمل نص عمود. اهي الحلقة الخلفية، اهو في حلقة هنا، في حلقة أمامية وخلفية. في الخلفية اهي هعمل نص عمود، اهي في الحلقة الخلفية نص عمود، اهي. هخلص السطر في الحلقة الخلفية في كل غرزة، غرزة واحدة بس نص عمود. هخلص وارجع كده. خلصت السطر، هعمل منزلقة وهعمل اتنين سلسلة لفة، وفي نفس الغرزة في الحلقة الأمامية هعمل نص عمود. في الحلقة الأمامية مش الخلفية،
يبقى انا هشتغل سطر في الحلقة الخلفية وسطر في الحلقة الأمامية. اهي هخلص السطر وارجع. وبكده خلصت السطر الامامي، هعمل 2 سلسلة، وفي نفس الغرزة هعمل سطر خلفي اهي في الحلقة الخلفية، واسحب الثلاثة في الحلقة اهي، في حلقتين في الحلقة الخلفية هسحب الثلاثة. بالشكل ده هخلص السطر في الحلقة الخلفية كله واخلص وارجع. خلصت السطر الخلفي هعمل 2 سلسلة، وفي نفس الغرزة هعمل نص عمود امامي اهي في الحلقة الامامية. هخلص سطر خلفي سطر امامي لغاية ما اخلص الطول المناسب، هخلص وارجع. وبكده خلصت الطول المناسب، عملت يعتبر 1 2 3 4 5 6 7، ولو قسنا طول الطاقية هنلاقيها 20 سنتش. عملت منزلقة وهعمل سلسلة وهقص فتلة طويلة واسحبها، أضمهم بالشكل ده بالشكل ده. هنرجع تاني اهو بالشكل ده، هنعمل كذا مرة. اخر حاجة هثبت من ورا كده ونقص. هبتدي اعمل شكل زي دونتس، ازين بيه التربون. هعمل عقدة بداية وهعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، واظبط كده. وفي اول غرزة اهي هعمل حشو واحط العلامة. عملت غرزة حشو فرجي، هعمل اللي بعدها تزايد، هعمل فرجي اللي بعدها تزايد،
هخلص وارجع. كده خلصت السطر وهشيل العلامة. وفي الغرزة اللي شلت منها العلامة اهي، هعمل غرزة حشو واحط العلامة وهعمل تاني اللي بعدها تزايد. حشو اللي بعدها تزايد، فرجي اللي بعدها تزايد. هخلص وارجع. كده خلصت السطر على 24 غرزة حشو، واللي قبليه كان 18 غرزة حشو. هشيل العلامة واعمل في اول غرزة حشو واحط العلامة، وكده اول واحدة فرجي. يبقى انا عملت واحدة فرجي، اتنين، واللي بعدها تزايد، فرجي فرجي تزايد. هخلص وارجع. كده خلصت السطر، هعمل سطرين ثبات من غير تزايد ولا تناقص، هخلصهم وارجع. وكده خلصت السطرين الثبات على 32 غرزة حشو. هبتدي اعمل منزلقة وأقص فتلة عشان أخيط بيها وأسحب الخيط. هسحبه كده بالشكل ده، وعملت واحدة زيها بالظبط. هبتدي أحط الخلف على الخلف، ولضمت الإبرة، وهبتدي أعمل كل غرزة وباقي التانية، وهربط الفوق كل غرزة قصاد التانية اهي. هخلص وارجع. وكده خلصت، وهربط في الفتلة اللي ربطنا بيها. هبتدي الفوق الحلقة الخلفية من هنا والحلقة الخلفية من هنا بالشكل ده، وكل غرزة قصاد التانية. بالشكل ده احط الفايبر والفه واحط الفايبر وبكده حشيتها كلها
من اخر حتة دي، وهكمل اللفقة. واثبت كده، وادخل الخيط من اي مكان. وهقص وبالشكل ده انا هثبتها بمسدس الشمع. لو انتوا عايزين تثبتوها بالخياطة عادي خالص، هتدخلوا الخيط كده وتثبته من تحت. لو عجبكم التربون ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.